السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله هتكونوا كامل بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم وصفة سهلة مهلة اقتصادية وغير مكلفة، ان شاء الله هتتنال رضاكم، وهي قوارب البطاطا بالدجاج. نبدأ بالمقادير حبيباتي. ربع صدر دجاج مفروم فرمناه في الربو، زائد روز كيف عقبناه في الربو حبيباتي بعد ما سلقناه بهذه الطريقة في الماء والملح باش يجينا ارطب، شوية بصل كيف درناه في الربو باش يجينا رقيق، ومعدنوس جبن مبشور، حبة بطاطا حبة تاع بيض عفوا صغيرة الحجم، وكي تعود كبيرة حبيباتي نستعمل الا النصف، قليل من التوابل على حسب الاختيار، وحبتين كبيرتين من البطاطا بعد ما سلقناها في الماء والملح، درناها بواسطة الفرشات وحطيناها في الثلاجة لمدة 5 دقائق. نطيبوا في الوقت هذا مرق حمراء من بدون تكلفة بطرف واحد من الدجاج كما تحبوا حبيباتي، و لأننا نحتاج في هذه الوصفة قليل من الصوص الحمراء. ها هي حبيباتي أمامكم، طيبتها بطرف واحد من الدجاج وتكون حمراء بالبصل والثوم عادي جدا. هاو نبدأ حبيباتي في طريقة التحضير على بركة الله. نبدأ بالدجاج تاعنا، نحطوه زائد الروز بنفس الكمية تقريبا، كما قلت لكم راهي غير مكلفة، شوية تاع البصل والمعدنوس، التوابل والبيضة. ها حبيباتي نبدأ ندخل المكونات جيدا في بعضها. الدجاج باش يدخل له البنه مع تلك البصل والثوم اللي درناهم والتوابل. هاو حبيباتي الخلطه تاعنا خلطناها مليح، دخل المكونات في بعضهم. هاو المقومات تاعها ماهي جاريه بالعكس تتهز. نجيبو البلاطو تاعنا تاع الفرن، ندهنه بواسطة قليل من الزبده، ونبدا في طريقه تحضير القوارب. هاو حبيباتي عندنا شويه هنا فرينة باش تساعدنا فقط على البطاطا، نديرو بها شويه دينا، ومن بعد نحطو القليل من البطاطا. هاو امامكم نخدم وحده قدامكم حبيباتي، كما قلت لكم تجي طويله وبشكل قارب، ثم نضع فيها القليل من الخلطه تاعنا في الوسط هكذا. ونقفلها من كل الجوانب باش تصبح شكلها مثل شكل القارب. شتك فتساعدنا حبيباتي الفارينة كي تعود في يدينا ما تلصقش البطاطا، وكذلك تكون لازم تكون باردة كانت في الفرجيدار هكذا. نضعها في الصحن. هاو حبيباتي القوارب تاعنا كملناهم، وكي تبقى لكم الحشوة ديروهم ديبولات وحطوهم، وما تخافوش انهم يتحلوا ولا حاجة، بوسك فيهم شو اسمها البيضة. ودركا نسكب عليهم لاصوص، كيما على بالكم باللي الدجاج راهو مش طايب، نبداو في وضع لاصوص تاعنا. هاو حبيباتي الصحن وجد، ندخله في الفرن، نحطوه على درجة 180 درجة، ومن بعد نرجع للجبن قبل ما يطيب بخمسة دقائق نحطو عليه الجبن. هاو حبيباتي الوصفة تاعنا حضرت بعد ما خرجناها من الفور وحطينا عليها الجبن، نحطوها في صحن التقديم ونعود. هاو حبيباتي الوصفة تاعنا حضرت في صحن التقديم، ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم، وجربوها وتحطوا لي كومنتير مع وصفات اقتصادية اخرى.
صحة رمضانكم، صحة فطوركم، مع السلامة.